بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم يا عزيز صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الذي جعلت عزه من عزك وعز المؤمنين من انتمائهم إليه بقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، صلاة أرفع بها همتي عن الخلق، اعتمادا على من عزه لا ينفى لا يفنى، متحققا بقول من كان يريد العزة ولله العزة جميعا. وصدق الله القائل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم يا جبار صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الذي جبرت به الأكوان فخرجت من العدم إلى الوجود على وفق المشيئة، صلاة تجبر بها كسري وتمدني بقوة أجبر بها شهوتي فلا أعصاك، ونفسي فلا تهوى إلا إياك، وقلبي فلا يركن إلا إليك، وروحي فلا تشهد سواك، وسري فلا يحب غيرك يا رب العالمين. اللهم يا متكبر صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الذي تواضع لعظمتك فجعلته سيد ولد آدم وإماما للأنبياء والمرسلين، صلاة تزيل عني كل كبر حتى أصحح عبوديتي بالذل والانكسار وأتحقق بالافتقار والاضطرار الذي هو سبب لقبول الدعاء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها لمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية لبدء الخير والغاية للحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأندلسي الأزدي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، والمدفون بمصر المحروسة حرسها الله سبحانه وتعالى، في صفح المقدم بجوار سيدي أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وقراء تصانيفه وزواره في الدارين امين. الوجه 30 حول الحديث 47، حديث رؤية المولى عز وجل في الآخرة. يقول فيه دليل على فضل العبادة: إذ مع استجاب العقاب، يعني وجوب العقاب على من عوقب ودخل جهنم التي يتطهر فيها، يعني إذ مع استجاب العقاب لا تعذب تلك المواضع، لأن النار لا تأكل مواضع السجود، فيبقى في شرف للعبادة حتى داخل النار. وهنا إشارة صوفية: لما علم أهل الصوفة بأن مواضع العبادات لها حرمة بمقتضى هذا الحديث وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجتمع في جوف امرئ غبار في سبيل الله ودخان جهنم حتى يعود اللبن في الضرر، وده تشبيه على سبيل المستحيل يعني. وما جاء في الآثار من مثل هذه المعاني الجليلة جعلوا قلوبهم وجميع أبدانهم كلها صرفا للعبادة، فاستوجبوا بذلك بحسن الوعد الجميل المقام الرفيع في الدارين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يعني كلما شغلت عضو من أعضائك بعبادة يحرم على النار أن تعذبه، ولذا الصوفية شغلوا كل ظاهرهم وباطنهم بالعبادة حتى يحرموا على النار ظاهرا وباطنا، فراقبوا القلوب وراقبوا الأرواح والأسرار كما راقبوا الجوارح، ولذا قد نالوا بهذا الفوز العظيم.
حيث أنهم حتى لو دخلوا النار لا تجد النار فيهم ما تحرق، فلا يعذبون. الوجه 31، قوله عليه السلام: فيخرجون من النار وكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود. هنا بحث، وهو لما كرر القول أن ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود، وهو عليه السلام قد أخبر أولا أن مواضع السجود قد حرمها الله عز وجل على النار، فيكون تكرارا لغير فائدة، وحاشا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول شيئا لغير فائدة. فالجواب أن نقول ما كرر عليه السلام ذكر النار أنها لا تأكل موضع السجود من ابن آدم بعد ذكر خروجهم إلا لزيادة فائدة ثانية، وهو أن النار ليست مثلنا، حرمت الأشياء علينا، فمنا المجتنب لما حرم عليه ومنا الواقع فيه. يعني ربنا أمرنا بأوامر، لكن ممكن نطيع وممكن ما نطيعش. فربنا أمر النار ألا تأكل موضع السجود، هل لها اختيار أنها تطيع وما بتعش؟ فهمت بقى؟ فهو عايز يبين لك أن النار مع عظمها لا تستطيع أن لا إلا أن تنفذ أوامر الله، فكيف أنت مع ضعفك تأتي في أوامر الله فلا تنفذها؟ يريد أن يلفت انتباهك لهذا المعنى، أن النار لا تعصى الله فيما أمره، لا تأكلي مواضع السجود، ما تأكلش مواضع السجود. إنما ربنا يقول لك لا تأكل الحرام وتأكل الحرام، يقول لك لا تترك الصلاة وتترك الصلاة، لا تكذب وتكذب. وأنت بالنسبة للنار في الحيث الخلقة ضعيف الحال، فإذا كنت أنت ضعيف بتعمل كده والقوي لا يفعل ذلك، فيكون من باب أولى ذكرا لك أن تلتزم وأن تبتعد عن معاصي الله سبحانه وتعالى. فهو عايز يعني يلفت لك لهذا المعنى. وأن النار طائعة جميعها لا تتعدى على ما حرم عليها حتى يخرج منها، وهي لم تتعدى فيهم ما أمرت. وفيه معنى زائد على ذلك، هو أن النار أكبر جرما منا وأشد، وهي لا تعصى، ونحن على حقارتنا وضعفنا نعصى. فيه معنى شديد من التوبيخ للمخالفين لأمر الله عز وجل، كما قال جل جلاله في كتابه: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. إذا كان الملك غلاظ وشداد ولا يعصون الله، وإنت ضعيف وبتعصى، يعني ما يصحش بقى يا ضعيف، أنت من باب أولى الضعيف بقى ما يصحش. نفأ، ففي قوله تعالى لا يعصون مع ما فيه الإرهاب معنى مثل هذا من التوبيخ، لأنهم من إيه؟ من الإرهاب. ما فيه من الإرهاب. مع ما فيه من الإرهاب. من الإرهاب، كويس، من كويس، تظبط المعنى شوية. أنا نسختي أصلا عيانة خالص، مريضة، سقط منها أشياء كثيرة. مع ما فيه من الإرهاب معنى مثل هذا من التوبيخ، لأنهم مع غلظتهم وشدتهم لا يعصون الله، وأنتم مع ضعفكم ونذارتكم تعصون مليككم، فيجتمع فيه الترهيب والتوبيخ. وقول فيخرجون من النار قد انتحشوا، أي ذهب ما لهم من اللحم، ويا ليتهم عدموا أو عدموا، ويا ليتهم عدموا، لأنهم لو عدموا لكانوا استراحوا. وقول فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. هي معظم كتب الصحاح يعني مشكلها بكسر الحبة، وإن كان هنا في الكتاب بتاعي مشكلها بالفتح، ما أعرفش ليه في النص، لكن على أي حال يمكن في بعض العلماء، لكن هو في فرق بين الحبة والحبة. الحبة اللي هي الحبة اللي هو ما يكون مطعوما، يعني زي يعني يجيب قوت، يعني
زي القمح وزي الذرة وزي الشعير ولا عليه حبة. والمزروع غير المطعوم يسموه غير المقتات يعني يسموه حبة. فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحبة هي كل بذر ما عدا بذر المطعوم، فإن كل ما هو مطعوم قيل له حبة، وكل ما ليس بمطعوم مثل العشب في البرية وما أشباهه قيل له حبة بكسر الحاء لغة. وفي هذا من الفائدة الإخبار بالحكمة، وهي أن ما ينبت من اللحم بماء الحياة لا يفنى، وفي الإخبار بسرعة ما يحيي من الأشياء عند وضع ماء الحياة عليه بقدرة الله تعالى، كما أخبر عن السامري حين أبصر جبريل عليه السلام حين أتى إلى موسى عليه السلام على فرس الحياة فرآها لا تضع حافرها على شيء إلا أخضر في الوقت يعني في الحال فأخذ من أثرها فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذته. القصة المعروفة في سورة طه. فأخذ من أثرها فجاء من قصته ما أخبر الله عز وجل في كتابه لما وضعها في الحلي وقال له كن عجلا، عاد في الحين عجلا له خوار يعني دبت فيه الحياة، كما خبر هنا في هذه الدار التي خلقت للفناء. يعني إذا كان الحياة فرس الحياة في دار الفناء أثر ودبت الحياة في الشيء، فما بالك بقى في دار البقاء يكون من باب أولى يعني. فكيف في تلك الدار التي هي مثل تلك ذلك الماء للحياة والبقاء؟ وهذا من أقوى الأدلة على قدرة الله تعالى سبحانه وتعالى. كأنه وجعلنا من الماء كل شيء حي، يبقى الماء هنا الماء في الدنيا وماء الحياة في الآخرة، ويكون هذا خبر غير قابل للنسخ وغير قابل للتخصيص يعني. كأنه يعني عايز يقول لك كده إن ماء الدنيا ضروري للحياة، وماء الحياة في الجنة ضروري لإبقاء الحياة. والفرق بين ماء الحياة أن إذا رش على إنسان أو شربه يحيا فلا يموت إلى الخلود. الوجه الثاني والثلاثون فيه دليل على عظم ما أودع الله عز وجل في هذا السيد صلى الله عليه وآله وسلم من المعرفة بأمور الدنيا والآخرة. يؤخذ ذلك من كونه عليه الصلاة والسلام شبه سرعة نباتهم بنبات الحبة في حميل السيل، لأن الحبة بمقتضى الحكمة أسرع في النبات من الحبة، ومع السيل أيضا أسرع في النبات في الأرض من غيرها. في حاجة عندك معتدل؟ لأن الحبة أسرع في النبات من الحبة. الحبة اللي هي أي حاجة غير مطعومة زي العشب، العشب ينبت بسرعة يعني. ومع السيل أيضا أسرع في النبات في الأرض من غيره، لأنه يجتمع فيه التراب الرخو الذي يجذبه السيل وكثرة نداوته وما يخالطه من حرارة الإزباد التي يجدها معه، فهذه كلها موجبة لسرعة النبات. فلولا معرفته عليه الصلاة والسلام بأمور الدارين لما كانت من كلامه هذا التشبيه العجيب. يبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم هو يعرف بشؤون الزراعة ويعرف بأمور تفاصيل. يوم يقول لك الناس في موضوع تأبير النخل يقول لك لا الرسول ما يعرفش في تأبير النخل، لما قال لهم أبروا أو لا تأبروا، وبالآخر قال لهم أنتم أعلم بشؤون دنياكم، يعني كأنهم أعلم من النبي. بيفهموا الحديث بطريقة غلط، لأن الذين لم يريدوا أن يؤبروا النخل أرادوا أن لا يتعاملوا مع الله بالأسباب في دار الأسباب، فهذا مخالفة للأدب. والله تعامل مع نبيه في دار الأسباب بغير أسباب أحيانا، لما زرع النخل سيدنا سلمان أثمر في عامه بغير تأبير، فلما شافوا المنظر ده من فعل النبي قالوا له خلاص ما احنا ما نأبرش بقى يا رسول، عايزين يعملوا ايدهم زي ايد النبي. فقام الرسول أراد أن يعلمهم بقى، قال لهم أبرتوا ما أبرتوا مش هينبت، فلما ما أبروش لم ينبت. فقال لو أنتم أعلم بشؤون دنياكم أي كما كنتم على الوتيرة المعتادة من الأخذ بالأسباب فعودوا إليها مرة أخرى ولا تتركوا الأسباب لأنكم من أهل الأسباب.
مش معنى كده ان هو بينفع نفسه يعني، مش ده المساله تربويه. يوم يجي لك الناس اللي هم لا يراعوا مقام النبوه يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يعني علمه في امور الشريعه بس، امور الاخره لما امور الدنيا احنا اعلم بها منه. منه من مين انت بتتكلم؟ يمين يا بعوضه يا ناموس. هو النبي شبه عقله بالنسبه لعقلنا بعكس الرجل الكامل مع ناموس وبعوضه. فاللي يجي يتكلم يقول لك انا عقل انا في امور الدنيا انا اعرف امور دنياية، الناموسه بتتكلم، الهموشه بتتكلم مع النبي. ما الرسول بيقول مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها. يعني الناس بالنسبه للنبي كرجل اوقد نار، والناس كانهم فراش وجنادب وهموش وناموس جاي يرمي نفسه في النار ومش عارف مصلحته. مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يدبهن عنها خايف عليهم وأنتم تقحمون فيها أو تفلتون من يدي بعضه. فيجي لك الناموس في الآخر يعلق على هذا الحديث يقول لك احنا بقى نعلق بأمور دنيانا أكتر من النبي. تبقى منين؟ طب ما هو حديث اهو الحبة في حميل السيل وبتنبت، علم زراعة، النبي يعلم امور الزراعه، مع ان النبي نشا في بلد وتربى فيها بلد تجاريه لا تعرف الزراعه. مكه لا تعرف الزراعه، مكه تجار بس، والمدينه هم اللي اهل الزراعه. والمدينه لما راح النبي صلى الله عليه وسلم عنده قد ايه؟ عنده 53 سنه، يعني ما يعرفش الزراعه لحد 53 سنه بمقتضى النشاه، لكن بمقتضى تعليم الله لا، فيعلم كل شيء. فعلم نبينا صلى الله عليه وسلم بعلم بتعليم الله لا، مش بالمزاولة والأخذ بالأسباب والنشأة. هو لو على النشأة النبي نشأ في بلد تجارية ما فيهاش أي زراعة، طب إزاي يشبه التشبيهات دي؟ لدرجة إن في بعض التشبيهات الأحاديث يقوموا إيه يقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم كأنك يا رسول الله نشأت في البادية، يتعجبوا من تشبيهه كانك انت طول عمرك عايش في الباديه بتزرع. ايه اللي عرفك الحكايه؟ في بعض الاحاديث كده تعجبوا من تشبيهات النبي المتعلقه بالزراعه كانه طول عمره في الزراعه. يبقى حكايه انتم اعلم بشؤون دنياكم في تدبير النخل لازم نفهموا ان هي كانت طريقه تربويه بيربيهم ان هم خلقوا من اهل الاسباب، فلا تترك الاسباب لان الله تعبدك بها. أما النبي فربنا يتعامل معه كيف شاء، يتعامل معه أحيانا بالأسباب وأحيانا بغير أسباب لأنه ليس كهيئتنا، واخد بالك؟ فدي مسألة أخرى. الوجه الثالث والثلاثون فيه دليل على استصحاب الحكمة والقدرة، معنى الحكمة اللي هي الأسباب والقدرة اللي هو الفعل بغير سبب، ربنا يفعل بغير سبب، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر فعله في هذه الدار من وراء الحكمة من وراء الأسباب. واضح؟ هو ربنا بيخلقنا، طب وليه خلق ذكر وأنثى وأب وأم ويتجوزوا والأم تحمل وتطلق ويجي لها طلق وتولد وتقعد تربي فيك وتكبرك، في حين اللي بيربي ربنا واللي بيكبر ربنا واللي بيخلق ربنا، كل دي أسباب ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يخفي قدرته فيها. لكن قادر انه يخلقك على طول زي ما بيعمل مع الملائكه، الملائكه اللي عندهم ولاده ولا حمل ولا رضاعه ولا غير ولا ذكوره ولا انوثه، يخلق الملائكه على طول كده بغير اسباب. يبقى في عالم الملكوت القدره ظاهره بغير اسباب، وفي عالم الملك اللي احنا فيه الحكمه، الحكمه اللي هي الاسباب وهي نقاب القدره، تنقبت القدره بالحكمه. فمن اراد ان يكشف النقاب عوقب بالحجاب، يوم يحجب مرة أخرى. واضح؟ فلا بد من الأخذ بالأسباب الحكمة. يبقى الحكمة هي الأسباب والقدرة هي الحقيقة، الحكمة هي الشريعة والقدرة هي الحقيقة. فيه دليل على استصحاب الحكمة والقدرة معا في تلك الدار، يعني في الدار الآخرة ربنا بيتعامل مع الحكمة والقدرة معا في وقت واحد. طب ما كان ممكن يطلعهم من النار ممتحشين ويحييهم على طول من غير ما يصب عليهم مية، مش كده برضو؟ ده يصب مية حكمة ثم ينبت في الحال قدرة، لأن المية ما بتنبتش الأشياء في الحال،
تاخد وقت. يقوم يعني ايه بقى؟ يقول لك ان الحكمه والقدره شغالين في وقت واحد في تلك الدار، الدار الاخره يعني. انما في الدار الدنيا الحكمه ولها زمن، فتره عشان القدره تبتدي تظهر. فهمت؟ يعني انت تجيب الحبه وتحطها في الارض تديها ميه، يمر اسبوع اثنين ثلاثه عشره على ما تبتدي تسقب الارض وتطلع حاجه فوق الارض خضراء، وتمر شهور لحد ما تبقى ساق وشجره، وتمر سنوات لحد ما تبقى تثمر. يبقى هنا الحكمه بتاخد وقت لاظهار القدره، لكن في الدار الثانيه لا، ده الحكمه والقدره بيشتغلوا في وقت واحد. يصب الميه ان إيه؟ العضلات تنمو والجلد ينمو والانسان على طول يبقى انسان. فهمت ازاي؟ يبقى الحكمه والقدره شغاله في وقت واحد في تلك الدار. ادي كلام ايه الشيخ اللي عايز يبينه لك. فيه دليل على استصحاب الحكمه والقدره معا في تلك الدار كما هما في هذه الدار، بس الفرق ان هناك الاثنين عاملين في وقت واحد، والثانيه يتاخر ظهور اثرها اختبارا للناس. يؤخذ ذلك من انه لم ينبت لهم لحم الا حتى صب عليهم ماء الحياه، والقدره صالحه على ان تنبت لهم اللحم دون سبب، يعني من غير ما يصب ميه اصلا. فهذا اثر الحكمه، وكونهم في النار تاكل لحومهم وتمحشهم ولا تاكل اثر السجود اثر للقدره برضه. ان القدره تخلي النار تبقى ايه؟ بتختار حاجات تحرقها وحاجات ما تحرقهاش، والنار بتسيب الكل. يبقى القدره عامله مع الاسباب في وقت واحد، خدت بالك؟ تقوم النار تبقى بتاكل حته وتسيب حته بامر الله كده. لكن انت في الدنيا لما تحط حاجه في النار، النار تاكل كل حاجه، هتسيب لك ايه؟ فهمت؟ لكن هناك لا، الاثنين شغالين في وقت واحد. بس سيدنا ابراهيم خرق للعاده في الدنيا، علشان كده كرامه له. مش قدره صح، حكمه برضه. لا، هي اظهار للقدره بس. ظل القدرة خالص، خرق عادة، وبيان أن النار لا تحرق بذاتها حتى في الدنيا. ولا تأكل أثر السجود أثر للقدرة، فسبحان من أقام ما في الدارين بقدرته، وصرف ما فيهما من الأشياء بحكمته. وقول ثم يفرغ الله سبحانه من القضاء بين العباد، يعني بين هؤلاء المذكورين وغيرهم إلا هذا الشخص المذكور بعد، فيكون الحكم فيه كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وأتى بثم التي تقتضي المهلة الوقت، يعني لأن هؤلاء الذين يخرجون من النار كما أخبر عليه الصلاة والسلام آنفا لم يخرجوا من النار حتى مكثوا فيها ما شاء الله بعد يوم الحساب الذي حكم فيه بين العباد. وهذا أيضا من تمام الحكم للوعد الجميل في هذه الدار، من مات على الإسلام فلا بد له من دخول الجنة، لأن حساب يوم القيامة سريع، وهذا فيه بطاء من أجل توفية المقدور على هؤلاء. فلما كان أوله مرتبطا بآخره اقتضى طولا، فأتى عليه الصلاة والسلام بثم التي تدل على ذلك. الوجه الرابع والثلاثون قوله عليه الصلاة والسلام ويبقى بين الجنة والنار، اللي هو آخر واحد بقى هيخرج ويبقى بين الجنة والنار وشه للنار، بيحكي آخر الحديث يعني. المعنى ليس هو في أحدهما، وفيه دليل لأهل السنة الذين يقولون وهو الحق أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان جواهر، يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام بين الجنة والنار. الوجه الخامس والثلاثون قوله عليه السلام وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، فلا تكون المسافة إلا في المحسوسات، ولا الدخول إلا في محسوس أيضا. وفيه دليل على أن بين الدارين في الآخرة مسافة، يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام بين الجنة والنار، وقول مقبلا بوجهه قبل النار يعني إلى جهة النار، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث غيره إن لها أربع جدارات غلظ كل جدار 40 سنة. الوجه السادس والثلاثون قوله عليه الصلاة والسلام يقول يا رب اصرف وجهي عن النار فقد قشبني ريحها. الحمد لله، أجيكم الله يستقبل. قشبني ريحها أي تأذيت بريحها، والقشب النتن، يقال ما أقشب بيتهم
أي ما أنتنه وأقذره، وفيه دليل على أن دار الذنوب والمعاصي تنتن، وأن الشخص يتألم به بهذا النتن، يعني التألم الشديد. وفي الحديث أن رجلا يرمى في النار وله ريح منتنة فيتألم بها أهل النار. شوف أنت واحد يبقى ريحته منتنة في وسط أهل النتانة، أهل النتانة يقولوا له إيه الريحة الوحشة دي، يبقى ده شوف ده يبقى مصيبته. إذا كان في النار يعني ليه أهل النتانة كلها قرفانين من ريحته، يبقى ده يعني حاجة إيه، يعني يمر جنبه البراز وهو سدد مناخيره، حاجة يعني قرف. ده لو كان البراز له مناخير يعني أنف. يعني كلام مصريين كده بيحبوا يهزروا ما تدقش. المهم يعني ايه، ان هو من كتر ما ريحته شنيعة مرمي في وسط الناس المنتنين، يقوموا المنتنين يقولوا ايه الريحة دي، فيقولون يا فلان ما شأنك، أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول كنت أمركم بالمعروف ولا أتي، وأنهاكم عن المنكر وأتي. وقيل فيه وجوه غير هذا، وهذا أنسبها من أجل أن الجنة ريحها طيب وهو من أكبر نعيمها. يبقى الجنة ريحها طيب والنار ريحها ناتن، فهمنا كده، وإن من ضمن نعيم الجنة إن ريحتها حلو، ومن ضمن عذاب النار إن ريحتها منتن. لا، والعجيب بقى أنك أنت في الدنيا لما تدخل في حتة ريحتها منتنة وتقعد شوية تفقد إحساسك بالرائحة المنتنة، يحصل نوع من التعود. لكن في النار ده يفقدوا بقى التعود، يفضلوا على طول يشموا النتانة وشمنها نتانة، مش قادرين حتى يعتدوه. وده من ضمن برضو ايه وسائل التعذيب في النار، ربنا ينجي. وبرضو في الدنيا لما تدخل حتة ريحتها حلوة بعد شوية تفقد احساسك بالريحة الحلوة، تحس ان الهواء عادي مع انه ايه ريحتها حلوة لانك اتعودت. في الجنة لا، تفضل عايش في الجنة وشامم الريح الحلوة على طول، واخد بالك، يعني ما يحصلش اعتياد على النعيم بل باستمرار النعيم متجدد. وهناك لا يحدث اعتياد على العذاب بل يظل العذاب متجدد. يبقى دي دار لها قوانين مختلفة عن قوانين دار الدنيا. فكذلك النار ريحها نتن وهو من أكبر عذابها. الوجه 37 قوله عليه الصلاة والسلام وأحرقني ذكاؤها، فيه دليل على عظم حر النار وعظم نتنها. خد بالك ان هو بره النار والنار جدارها 40 سنة، وبالرغم من كده الحر بتاعها جاي عليه وريحتها لسه فايحة عليه، امال اللي جوه يبقوا ايه؟ فهمت بقى المصيبة؟ يعني فيه دليل على عظم حر النار وعظم نتنها، اذ انها بعد 4 جدارات يقشبه ريحها ويحرقه ذكاؤها، فكيف حال من هو فيها؟ وهذا بحث، وهو أنه يعارضنا حديث هناد الذي قال صلى الله عليه وسلم فيه وآخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا، وقد قال عليه الصلاة والسلام عن هذا المذكور مثل ما قال عن ذلك. فنقول والله موفق إن الجمع بين الحديثين أن هذا آخر أهل النار والخارجين عنها، لأن التقسيم يعطي أنهم على ضربين، داخل فيها وخارج عنها، كما أخبر عليه الصلاة والسلام لأنه أخبر عن هذا أنه من أهل النار لأنه أقرب إليها من الجنة. والعرب تسمي الشيء بما يقرب منه، ولولا قرب منها لما أحرقه ذكاؤها. وهناد داخل فيها، فهناد آخر من يخرج منها وآخر من يدخل الجنة من الخارجين منها، والذي هو مذكور في هذا الحديث هو آخر من يدخل الجنة من أهل النار الذين هم خارجون عنها. طبعا تفاصيل به ولا كده تلخبط، لكن أنا رأيي إن هناد والراجل ده لا يمثلوا شخص واحد، ولكن دي نماذج من آلاف الناس هتبقى على هذه الصورة، مش هيبقى شخص واحد، ده هيبقى متكررة آلاف الناس على نفس هذه الصورة. يعني آخر فيه هتبقى بيه مجاميع، هتبقى آخر من يخرج ومجاميع آخر من يدخل الجنة. والنبي اختار من بينها بعض النماذج والأسماء ولم يرد الاستقصاء، وعلى شكل ما نقولش اشمعنا في الحديث ده قال هناد وهنا ما قالش هناد، لا، ده النبي أعطانا لقطات من أمور تتكرر فيها الصور بكثرة
غير متناهية الاحتمالات. واضح؟ فاحنا مش محتاجين نقول عن او من او الى يلخبطك، مش محتاجين الشغلة دي يا سيدنا ابي جمرة، واخد بالك؟ فيبقى الحكاية دي احنا ايه مش معاه في الوجه الثلاثون ده والجمع ليه، لانها قد تتكرر الصور، والنبي اراد ان يبرز بعض الصور لا كل الصور. واضح؟ الوجه الثامن والثلاثون فيه دليل على قوة الرجاء في إجابة الدعاء وإن لم يكن الداعي أهلا للإجابة. الراجل ده خرج من النار، وطبعا آخر واحد يخرج من النار ده دليل إن أعماله ما فيش أعمال أصلا، يعني كان مدهول بهولة ما فيش بعد كده دهول، وبالرغم كده ربنا يستجيب دعاءه. قول له يا رب حول وشي بس عن النار، أنا مش مستحمل كده. قال لي بس أدي وشي بس للجنة، لان انا تأذيت من النتانة دي، يوم ربنا يستجيب لي. ويدلك ايضا على انه كان جاهل بالله، لانه الجدع ده اللي خارج من النار ده لو كان عالم بالله كان طلب منه يدخله الجنة اول مرة على طول، يعرف ان ربنا كريم. لا ده مش عارف الكرم، ده دليل جهله بسبب معاصيه وبسبب بعده عن مولاه، يقوم يمر بمراحل. وعلشان كده اذا طلبت تطلب من سعة الله لا من سعة العبد، فاللي عارف بالله يطلب من الله من سعته، من واسع الله، مش يطلب على قد هو نفسه. فهمت؟ اللي عارف بالله يطلب من واسع، واللي مش عارف بالله يطلب من ضيق، من عبد، وده برضه بيطلب من الله على الضيق، يا رب بس احول وشي بس، وربنا يعامله على طلب يحول وشه عشان يبين له في الاول ان هو بيطلب على قدر فهمه هو، لحد في الاخر ما كل مره تتكرر، وبعدين يدخله الجنه في الاخر يقول له لك فيها بقى، يقوم يعلمه في الاخر ان انا واسع كريم، كنت تطلب مني من الاول كل حاجه، كنت وصلتك، انت اللي عذبت نفسك يا مسكين. فهمت بقى؟ يبقى الحديث هنا بيعلمك انك انت لما تيجي تطلب من الله تطلب من واسع، اطلب اقصى حاجه من اول مره، ما تطلبش بالتدريج، خليك جدع ما تطلبش بالتدريج. عشان كده ساعات ايه واحد يجي يدعي لك يقول لك ربنا يديك على قد نيتك، انا بعتبر ان اللي يقول لك كده بيدعي عليك مش بيدعي لك، يعني انت عبد ضيق ونيتك خبيثه. حد يقدر يقول انا نيتي حلوه 100%؟ ابدا. مني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرم. فلما هو يقول لك ربنا يديك على قد نيتك يعني يديك على قد لؤمك، ده بيدعي عليك بقى، ده بيوديك في داهيه، يبقى دي دعاء عوام مش عارفين ربنا. اللي عارف ربنا يقول له ربنا يديك على قد كرمه، يبقى ده عارف بالله بقى. لما يقول لك ربنا يديك على قد كرمه تعرف ان ده ولي، ده عارف ربنا، يعرف ازاي يسال ربنا. لما يقول لك ربنا يديك على قد نيتك اعرف انه جاهل بالله. فهمت ازاي؟ يبقى لما تيجي تطلب من ربنا اطلب من واسع، ما تطلبش من ضيق العبد، اطلب من سعة الرب. يعني انا مرة واحد بيقول لي ايه، انا بحوش وحطلع عمرة، قلت له ربنا يسهل لك كده وتحج، قال لي يا سيدي بس عمرة وانا حقدر. يا عم نطلب من ربنا من واسع، ده انا عملت 5,000 جنيه بالعافية، ده الحج بيقول 30,000 يا عم، وانا بقول لك هتقولها من خزنتك انت، يا رب حججني وانت هنا، اطلب الواسع. شفت يا جاهل برب، بالرغم ان هو بيعمل بيحوش عشان العمره، مؤمن بس مؤمن وجاهل برب، لانه بيعامل ربنا معامله العبد. فهمتني ازاي؟ مخلي قدره الله على قد ايه قدرته هو، وده خطا شديد بيقع في الانسان في التعامل مع الله، يقوم ايه يتعب نفسه. وربنا يدي لك على قد ما بتطلب، على قد الضيق اللي انت بتطلبه، خد بالك، علشان بيعاقبك لانك جاهل بيه، ويستجيب ليك لانه هو رب بيك لطيف. انا مرة حكيت لكم قصة واحدة قريبتنا، كان جوزها في المدينة المنورة شغالين، هو شغالة في المدينة المنورة، هي عروسة جديدة قاعدين في المدينة، عندها عيلين اتولدوا، واحد بترضعه والتاني بيحمل. زوجها مرض مرض شديد جدا وهو شباب، دخل المستشفى، الدكاتره قالوا لها لا ده شكله كده هيموت، ودخل العنايه المركزه وكل يوم تلاقيه اسود. راحت في مسجد النبي وقعدت تدعي وتصلي قضاء حاجه، يا رب يعيش بس لحد ما العيله تدخل المدرسه.
قالت كده يعيش لحد ما العيال تدخل المدرسة. ربنا استجاب، الراجل خف وفضل عايش معها كويس قوي. العيل الصغير دخل المدرسة عمل حادثة ومات، ادها زي ما هي طالبة. طب ما كنت طلبتي ربنا يعيشه لحد ما يجوز العيال مثلا. شفت بقى الجهل بتاع الانسان لما يجي يطلب من ربنا بقدر ضيق العبد مش بقدر سعة الرب. عشان كده الرسول يقول لنا اذا سألت الله فاسأل ايه الفردوس الاعلى. الراجل ده جاهل وجهله دخله النار، خد بالك، وجهله بالله خلاه اخر الناس تخرج كمان من النار. ده جاهل جدا. ده الرسول بيعلمنا منه اننا ما نطلبش من ربنا بالطريقه دي. فهمت ازاي؟ ده جاهل قوي، ده جهله هو اللي وداه في الداهيه دي كلها. دخله النار وخلاه يقعد في النار لما كل الناس يخرجوا هو لسه قاعد. وبعدين يوم ما يخرج مش يخرج من النار على الجنه، لا ده يخرج من النار وشه للنار، عايش في الشارع. لا جنه ولا نار بقى، يبقى عايش في الشارع. فهمت؟ ويا ريت في الشارع بعيد شويه على ناصيه بحري، لا ده على ناصيه كل فحيح النار جاي في وشه. يوم ما يطلب من ربنا بقى بيطلب من ربنا على قد علمه بالله لانه جاهل بالله، يا رب بس حود وشي كده. يوم ربنا ايه؟ يقول له حود وشي بس ما تسالنيش حاجه تاني، ده اخر سؤال. اهو لو هو عارف بقى ان ده اخر سؤال يقول له طب انا بقى كده اخر سؤال يا رب، طب دخلني الجنة بقى مرة واحدة، ما هو قدرته واسعة. لا ده دليل انه جاهل خالص. فهمت بقى يا استاذ؟ جاهل خالص، اوعى تعمل زي الراجل ده. لكن للأسف في ناس كتير في حياتها بتسأل ربنا بنفس طريقة الراجل، بتسأل من ديب، وربنا يديك على قد عملك. قول له يخرب بيتك عمل ايه بس؟ انت جاي تدعي عليا النهاردة، جاي تبكتني. ربنا يدينا على قد كرمه وعلى قد لطفه وعلى قد رحمته وعلى كده. انما على قد عملك رجعت لي لنفسي تاني، ده انا عايز اهرب من نفسي يا عم. فاهم؟ عشان كده غلط الناس اللي بيطلبوا من ربنا بيطلبوا ربنا غلط. بيتعاملوا مع ربنا انه بخيل، بيتعاملوا مع ربنا انه هو قدرته محدوده، بيتعاملوا ليه كده؟ ده ربنا لطيف وكريم ورحيم وغفور وحاجه. اطلب من سعه، اطلب من واسع، ما تطلبش من دي. تقول له يا سيدي اطلع حج، الحج معقول؟ ايه اللي معقول؟ معقول في مخك انت. قول انت يا رب احج بس. هتحج؟ ايه المشكله يعني؟ هيحججك يا سيدي. ودي لك امثله لناس كتير حجوا وما كانوش يملكوا حتى ثمن وجبه. ادي لك امثله كتير اعرفهم يعني. ربنا يسر لهم كده امور وحوارات، ربي لطيف اللي ماشي ويخرج مع كبار الزوار. ويروح يحج وتنه جاي لانه طلب من واسع. فكفايه علينا كده النهارده. يبقى احنا اتعلمنا من الراجل الخيبان ده بتاعت اخر واحد دخولا للنار، اخيب راجل في اهل الجنه. ولان ده اخر واحد هيدخل، عارف انت ما بتبقى في المدرسه ده ترتيبه الاخير؟ هو ده ترتيبه الاخير الناجحين. ده مر على لجنه رأفه ولجنه رأفه ولجنه رأفه ومفيش فين. وفي الاخر قال لك ايه؟ ده يدخل المدرسه بس يقعد على الباب ما يدخلش الفصل. كمان. يعني خيبان قوي، يعني حتى مش قادر يدخل الباب. فانت ما تتعلمش من الجدع الخيبان ده، اتعلم من الشاطرين الاولانيين اللي دخلوا دخول الفائزين، قالوا يا رب دخلنا الجنه وجعلنا من اهل الجنه ولا تكلنا لانفسنا طرفه عين. يعني نفسك وعملك وبتاعها هتبص له. عرفت بقى ان دعوه المصريين العاميه الخطيره ربنا يديك على قد نيتك دي دعوه خطيره تودي في 60 داهيه. فعايزين نبطلها، واضح؟ يبقى ربنا يديك على قد ايه؟ على قد كرمه، على قد ايه لطفه بينا، على قد رحمته. رحمته وسعت كل شيء، واخد بالك؟ بس لو فهمت دي بس خلاص روح وما تجيش تاني. تعيش تعرف تسال ربك، تعرف تتعامل مع ربك. انما كل شويه يا رب 1000 جنيه بس، 1000 بس.
علشان انت الدين بتاعك 800 فعايزهم 1000 عشان تسدد 800 يبقى لك 200 جنيه قال يعني واعي لا يا عم اطلب من ربك من واسع تقول يا رب اغنيني عن خلقك ما حييت واقضي ديني ما حييت مش تبص على دين صغير دلوقتي طب ما في ديون تانية هتلاقيها على الأنطرة يوم القيامة من الناس اللي ظلمتهم نسيها دي فاهم فلازم تطلب من واسع والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا خالق الأكوان صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الذي خلقته في أحسن تقويم صلاة تظهر خلقي وخلقي على أحسن تقويم بكمال الإيمان والأعمال الصالحات متحققا بقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يا الله يا من أحسن كل شيء خلقه يا أحسن الخالقين اللهم يا بارئ الأكوان على غير مثال صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الذي باركته على صورة تبرأ فيها من كل عيب ونقصان حتى صار سيد الأكوان صلاة أبرأ بها من كل عيب ونقص فتصير صورته حقيقتي وحقيقته جامع عوالم الظاهرة الباطنة يا نعم المجيب اللهم يا مصور بني آدم في أحسن صورة فنعم الخالق الذي أظهر المخلوقات ونعم البارئ الذي شكلها وهيأها وورقتها والمصور الذي جملها وأخرجها في أحسن صورة صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الذي أحسنت خلقه وخلقه فكان إماما للمحسنين صلاة أحمدك على ما صورتني وشققت سمعي وبصري فأكون من القليل في قولك وقليل من عبادي الشكور وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.